الأشخاص ليكونوا بطاقة إيجابية. ريج، وبخطاب حلقتنا اليوم كمان رح نحكي عن الطاقة يلي بتعتبر هي المركز وهي المحرك لكل مفاصل الحياة وأحدى صور الوجود، وترتبط بكل عمل بحياتنا اليومية. تأثيرها بينعكس على الأشخاص بتصرفاتهم وتعاملهم، وللطاقة أنواع. لكل شيء ميسان طاقته، منها السلبية ومنها الإيجابية، وكثير من الأمور اليومية تحدث عندما يكون للطاقة أثر كبير بطبيعته. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستديو خبيرة الطاقة غالية البغدادي. أهلا وسهلا فيكي، سعد صباحك. سعد صباحك. صباح الخير. صباح النور. رمضان كريم. يعني بشكل عام مثل ما ذكرنا للطاقة عدة أنواع، وخصيصا يمكن نحن خلال هلأ شهر رمضان، كيف بنقدر نخلي الطاقة هيك من الروحانية بهذا الشهر؟ تمام. هلأ هو شهر رمضان بالذات هو شهر روحاني أو شهر نوراني بيقولوله، فالطاقة بتكون فيه عن جد طاقة كتير إيجابية، لدرجة أنه أنا بتمنى كل شخص أو على طول بحكي للأشخاص أنه الشهر كتير سهل أنك أنت تغيري حالك فيه، لأنه هو شهر كتير نوراني كتير روحاني، سهل أنت تغيري أي برمجة، لأنه نحن أي طاقة سلبية أو أي شيء بنعمله بالحياة هي برمجات نحن منعود حالنا عليها لحتى تصير برنامج مننزله لعقلنا الباطن، وبتصيري متعودة أنت هيك. يعني فرضا مثل اللي متعود كل يوم الصبح يشرب قهوة أول مرة، ثاني مرة صارت برنامج عندك، يعني خلص بتفقي لازم القهوة، لدرجة أنه أنت بتقولي إذا ما شربت قهوة بتعكر. هلأ أنت جربي قولي لا أنا لو ما شربت قهوة أنا ما بتعكر، أنا نهاري بضل حلو، بتلاقي حالك عن جد نهارك ضل حلو. هي برمجات نحن متعودين عليها. فبشهر رمضان بما أنه هو شهر كتير روحاني وشهر بالفعل نوراني، فكتير سهل انك انت تغيري برمجتك للامور كلها، يعني اي امور سلبيه او اي طاقه سلبيه او اي حدث صاير معك بحياتك زعجك فيكي فورا بشهر رمضان انت تحاولي انك تبعدي عنه او تغيري. يعني اليوم نحن بالايام الاخيره من شهر رمضان المبارك، كيف فينا نستغل هالايام بطاقه ايجابيه تدخل لبيتنا ومحيطنا؟ تمام. هلأ مثل ما حكيتي نحن بأواخر شهر رمضان، يعني يا ريت العالم أنه بتمنى يكونوا كتير استفادوا من بداية الشهر، بما أنه نحن وصلنا للآخير أن نذكرهم بشغلات بس بسيطة أنه هنن يعملوها. أول شيء لندخل الطاقة الإيجابية لبيتنا التسامح، يعني التسامح كتير حلو خصوصي وقت نكون نحن بنفس البيت. يعني بستغرب أحيانا وقت بلاقي أشخاص قاعدين بنفس البيت وهنن في مشاكل على طول بيناتهم، مع أنهن إخوات، يعني أنه هذا ما بيحكي مع هذا أو هذا ما بيحكي مع هذا. على فكرة هذا كله بيعمل طاقة سلبية بالمكان، يعني إن كان الصوت العالي، الضجة، كثرة الكراكيب بالبيت، الخناق اللي بيكون بالبيت، العلاقات السيئة اللي بتكون بالبيت، إنه وقت بيكون ما في محبة، أنا ما بحب هذا هو ما بحب هذا، هذا كله بيعمل لي طاقة سلبية. هلا أنا كيف بدي أتخلص من هذا الشيء؟ هو تمرين جدا بسيط أنا إذا بعمله أو ببلش أقوله. أنا بدي يعني ما فيك أنت تغيري أشخاص، أنت بدك ما فيك يعني تغيري حدا إذا ما هو بده يتغير، أنت فيك تغيري حالك إذا كان عندك قناعة قوية إنه أنا عندي شغلات سلبية وبدي غيرها. بتبلشي أول شيء بحالك قبل ما تبلشي تغيري بالأشخاص. كيف أنا بدي غير بحالي إذا أنا عندي شغلات سلبية؟ أول شيء بقعد كل يوم ولو 10 دقائق أو 5 دقائق بغرفة لحالي، بقعد شوي بعمل مثل شيء تأمل، يعني أقعد أنا أفكر شو عملت بالنهار. بس قبل ما أفكر أنا شو عملت بالنهار في شغلة لازم أعمله، أو هو تمرين بسيط هو بنشط أول شيء الدماغ، بحاول يفرغ كل شيء طاقة سلبية موجودة، وبيعمل استرخاء كامل للجسم. وهو طريقته كتير هينة، إنك أنت تتسطحي على البطن، بتاخدي أسفل الرقبة من تحت من الخلف في المنخفض هذا اللي بيكون شوي هون في نزلة بعد بآخر الرأس هون، إذا منحط عليها مكعب تلج تمام هون مرتبطة بالأعصاب كلها. إذا أنت بتحطي عليها مكعب تلج وبتسترخي تماما، وبتحاولي أنت حاطة مكعب التلج تفرغي كل شيء طاقة سلبية، يعني تتذكري كل شيء سلبيات وتحاولي تعطي أمر للعقل الباطن أني أنا خلصت منها أو أنا انتهيت منها، تحاولي تتخلصي منها. هذا التمرين كتير سهل، بتحسي حالك بس يدوب، يعني خلي مكعب التلج لحتى يدوب لحاله، بتحسي بطاقة كتير إيجابية صارت عندك، تخلصتي من كل شيء سلبي، صار عندك نوع من الاسترخاء الكتير قوي، يعني بتحسي حالك جدا مسترخية جدا مرتاحة. لأنه بتعرفي أنت بشهر رمضان وبعد الإفطار هيك العالم كتير بتتوتر، أو في ناس بتعصب أنه عم تضبضب وتشتغل وكذا، ما بتعطي هذا الوقت لحال أنه أنا أرجع أشحن جسدي أو أشحن الطاقة اللي عندي. فكيف أنا بشحنها؟ بهذا التمرين. بعد ما أنا حطيت التلجة ودابت وأنا صار عندي نوع من الاسترخاء اللي كتير حلو، بتحسي حالك كتير مسترخية وعاطية لحالك هيك طاقة كتير إيجابية حلوة، بتبلشي بقى أنت تفكري أنا شو عملت بالنهار، أنا مين زعلت، مين مزعوج
مني، مين متضايق مني، تبلشي تكتبي على ورقه ايجابياتك وسلبياتك وتشوفي انو الاكثر وتقيمي انت حالك، لانه الشخص هو اكثر حدا بيكون صادق بينه وبين حاله. يعني انت ما فيك تعترفي وقت تكوني قاعده نحكم هائل من الاشخاص اني انا لا عندي هالقصص السلبيه او انا بعمل هيك او انا بعمل هيك، وتتكوني لحالك انت قادره تفرغي كل شيء طاقه عندك او كل شيء سلبيه حتى عندك، بلشي تكتبي وتشوفي السلبيات اللي عندك وتاخدي قرار اني انا بدي اخلص منها. ممكن بس نحن بطبيعتنا دائما يعني بنلقي اللوم على الاشخاص المقابلنا او حتى بنحط يمكن الحق عليهم مثل ما بيقولوا، كيف نحن بدنا نقنع حالنا بخطأنا لحتى نقدر نصححه ونكون في أريحية بالتعامل وفيكون في طاقة إيجابية بيننا وبين الآخر؟ تماماً. هلا أكيد الغلط مو بيكون على طول من الشخص نفسه، أكيد بيكون في أغلاط من الأشخاص اللي مقابله، بس الفكرة هون أنا كيف بعامل الشخص؟ هل أنا بعامل الشخص مثل ما هو عم بيعاملني أو بنزل لهذا المستوى إنه بعامله مثل ما بالطريقة اللي هو عم بيعاملني فيها؟ أكيد لا، نحن منعامل الناس بأخلاقنا نحن أو بطريقة تفكيرنا نحن. هون أنت بتضلي بقمة احترامك وبتضلي واصلة لمرحلة إنك أنت ما نزلتي طاقتك أو ما صارت طاقتك مستنزفة، أنت بس تنزلي لمستوى الشخص اللي هو مثلاً عم بيحاكيكي بطريقة سيئة او حتى عم بيحاول يستفزك، انت نزلتي من طاقتك اول شيء، صارت الطاقه عندك مستنزفه وتجمعت كل الطاقه السلبيه اللي عنده إليك. ليش؟ لانه انت حالتك صارت مشعبه او مفتوحه، فصرت يعني عم تاخذ فورا الطاقه السلبيه حتى اللي عند الشخص، وبتحسي حالك انك حتى ناح الناس بتطلعي انت الغلطانه وبتبلشي تعصبي انت اكثر من الشخص اللي هو يمكن رمى كلمه او استفزك. هون الشخص كيف بيقدر يحسن حاله؟ تمام. هلا انت هون في شغله لازم تعمليها وقت بتلاقي اي حاله مثلا او اي حدا عن جد عم ينقدك او عم يحكي شيء سلبي. اول شيء انت لازم ما تاخذي كثير الحكي تفوتيه لدماغك، يعني ما تكوني كثير مركزه معه، تحاولي تمرقي بشكل سطحي انك عم تسمعي وعم تقولي له ايه ماشي وعم تضحكي بنفس الوقت. انت ضحكتك له بلغه الجسد بتعطيه انت وكانك عم تستفزيه، استفزيتي بطريقه معينه بس بدون ما تحكي، يعني بدون ما حتى حدا يعني ينقدك، انت ما حكيتي شيء، انت هي الضحكه اللي اعطيتيها وانت عم تضلي رواق، انت لحالك اعطيتيه درس كامل له. في حال انت واقفه وهو الشخص كثير استفزك، بتمنى فورا تغيري وضعيتك، تعدي مجرد ما انت تحركتي اي حركه كسرتي هذا الحاجز اللي بيناتكم. اول شيء توتر هو ما تعرف انه كانت واقفه قعدت، او حتى اذا كنتي قاعده وقفي، يعني على طول غيري بحركتك، مجرد ما غيرتي انت وترتي الشخص اللي حواليك. فهدول شغلات كثير مهمه، يعني التصرف او رده الفعل من الشخص الثاني ممكن يساعد على كسر الحاله الطاقه السلبيه اللي ممكن تكون محيطه بين شخصين. فينا نقول تماماً. تمام. قلتي انه لازم الواحد يعطي لحاله وقت لحتى بهالوقت يحاول يكتسب فيه طاقة إيجابية، يمكن يرجع يشحن الطاقة تبعيته. شو أهم الخطوات لحتى يمكن يبدأ الإنسان طاقته بإيجابية إذا فينا نقول؟ يعني تماماً. هلأ كتير مهم، أكتر أوقات مهمة هي لتعزيز الطاقة عنا أو حتى لتثبيت أفكارنا الإيجابية، هي أول شيء أول ما تفيق من النوم، أول ما بتفيق من النوم، أول ما بتفتحي عيونك وأنت بتخت بتقولي نهاري كتير حلو، وبتعطي كلمات إيجابية أو توكيدات يومية ليومك، وبتكون بتحكي بتقولي نهاري كتير حلو، وبتقومي من تختك بتبلشي عندك فترة الظهر أي شيء أنت حابة تعززي أو تقوي عندك. مثلا أنت مثلا عندك امتحان، على طول بترددي كلمات، ما فيك تقولي يمكن انجح أو ما بعرف إذا نجح، بدك تقولي أنا نجحت، يعني بدك تحطي حالك وكأنك بقلب الحدث، يعني أنا نجحت، أنا جميلة، أنا سعيدة، أنا رشيقة، يعني ما فيك تقولي يمكن أو لح انحاف أو شيء، لا بدك تحطي حالك بقلب الحدث، بتحسي حالك أنت عم تعطي توكيدات لإلك كتير مهمة. آخر شيء عندك الفترة اللي قبل ما تنامي، يعني أنت وعم تغفلي متسطحة كمان بترددي الكلمات الإيجابية اللي أنت بدك إياها حسب نيتك أنت، مثلا أنا سعيدة، أنا نشيطة، أنا رشيقة، الشيء اللي أنت بدك إياه كمان بترددي، أنت بتنامي صح بس عقلك الباطن بضل عم بيشتغل أو عم يعمل لك تحفيز على الفكرة اللي أنت فكرتي فيها قبل ما تنامي، لدرجة إنه نحن في شغلات بتغيب عنا أحيانا، لما أنت مثلا بتشوفي أي شيء مزعج قبل ما تنامي وبتفوتي بتنامي بتحسي بتشوفي بمنامك الحدث اللي صار عن جد او الشيء السلبي اللي صار، فقديه بيأثر علينا هذا الشيء. نحن على طول لازم قبل ما ننام نردد كلمات ايجابيه لنا او نعمل استرخاء لنا حتى تكون طاقتنا كثير قويه. كمان نحن بالشهر الفضيل عم بتكون يمكن زياده جماعتنا مع العائله والاصدقاء، ان كان على الافطار او السحور، اليوم كيف بنقدر نخلق طاقه ايجابيه ضمن هالجمعه يلي بتكون؟
تمام. هلأ عندك المحبة، يعني عطي حب حيرجع عليك حب، كل ما عطيتي محبة عطيتي حب، عطيتي بسمة عطيتي ضحكة، أنت بالفعل حتحسي القعدة كل ما لها صارت حلوة، بالفعل جمعتي كتير طاقة إيجابية حواليك. هلأ أحيانا لا يخلو الأمر من ناس بيكونوا موجودين عندهم طاقة سلبية، أنا كيف فيني أتخلص من هذا الشيء؟ هلأ أنا أول شغلة يمكن أكون قاعدة مع أكثر من شخص طاقته سلبية وأنا بنزعج حتى من حديثهم، أنا كيف بدي أعمل شيء بحيث إني أنا ما أتأثر، أنا كطاقتي أتأثر بالشيء السلبي اللي عم بيصير حوالي؟ هلا أول شيء عندي إغلاق الهالة. إغلاق الهالة كيف بيكون؟ إنك أنت يا تتكتفي يا أو تلفي رجل على رجل، أنت هيك سكرتي هالتك تماما، مجرد ما سكرتي هالتك ما تتأثري بالطاقة السلبية اللي بتكون موجودة، أو حتى فيكي بشيء بسيط إنك تدخلي باهم يدك لداخل الكف وتسكري عليها. كمان أنت هيك عملتي إغلاق للهالة عندك، كمان ما حتتأثري كثير بالطاقة السلبية الموجودة. الشيء الثاني، بما أنه شهر رمضان وبتعرفي كثير نحن بنعتمد على البخور وهالقصص، مو غلط أنه نحن نكون وقت نكون مجتمعين يعني نحن ورفقاتنا بالسهرة أو شيء أنه نشعل نوع من البخور يلي هو بالذات بكسر الطاقة السلبية، وهو بخور الصندل. بخور الصندل عندك إذا أنت شعلتيه بالمكان هو حيكسر كل شيء طاقة سلبية موجودة بالمكان، قد ما كان في أشخاص سلبيين أو طاقة سلبية بالمكان فورا حتكسري هي الطاقة الموجودة بالمكان. ويدفي جو من الروحانية، اكيد بيعطي جو من الروحانيه وحتى كريحه حلوه، وعن جد بتحسي كل ما على القعده بتصير احلى واحلى. يعني تفاصيل شهر رمضان ممكن نحن نقدر نستفيد منها لحتى نخلي نهارنا كله ايجابي، مثل ما قلتي ما نحوله ليوم سلبي، ان كان نتلفظ احيانا بامور سلبيه. يعني بيقولوا مثلا انا اليوم تعبان ماني قادر، هالكلمات قديش لها تاثير كمان على الشخص لحتى يتصير نهاره سلبي؟ تمام. هلا نحن في شغله ما بنعرفها يمكن، انه نحن الكلمه لما بتطلع منا الكلمه الى تردد، يعني انت لما بتطلع الكلمه منك اني انا تعبان انا مالي مرتاح، هي الكلمه الى تردد الى ذبذبات كونيه، مجرد ما طلعت انتشرت بالكون، فبالفعل بتمشي بتحسي حالك انت بيصير معك اكثر من قصه، يعني بتطلعي بتقولي انا تعبانه انا مالي مرتاحه وكل ما لها بتكثر القصص، اما انت لما بتطلعي بتقولي لا نهاري حلو انا سعيده انا نشيطه، بتحسي كل ما لها ضبطت الأمور الإيجابية معك أكثر. الكلمة إلى تردد، لازم كتير ننتبه على الكلمة حتى لأطفالنا، يعني الكلمة لأولادنا كتير بتعطي حماس وكتير بتكسر منطقته، يعني لما أنا بقول له لابني أنت نشيط أنت شاطر أنت كتير أنا بحبك كذا، هدول كلمات كتير بتعطي طاقة إيجابية، لما بتحاكيه بالشيء الثاني أنه أنت مو شاطر وشوف ابن خالتك أحسن منك، وأهم شيء المقارنة، لما بتجي بتحاكيك أنت كسرتي منطقته جدا ونزلتي إذا بدك للأرض. كلمة إلى تردد، يعني على طول هذا الدعم النفسي، الكلمة قديش بتدعم الإنسان. مثل ما ذكرنا نحن بالأيام الأخيرة من شهر رمضان، يمكن منكم من البداية مخططين أنه نبلش هالشهر الفضيل بنوع من الرحمة والمغفرة وأيضا المحبة والتسامح، بتاخذنا أمور الحياة والانشغالات والضغوطات اللي عم نمر فيها، بيمرق أوقات أيام كتير ما منحس بهالطاقة الداخلية اللي جواتنا اللي فيها سكون وراحة، كيف نقدر بآخر هالأيام نشعر فيها ونكون عن جد عم نعيش هالأيام بكل إيجابية؟ تمام. هلا نحن على طول بشهر رمضان خصوصي ببدايته، عن جد كل شخص بينصح حاله اذا بدك بيكون ملتي يا بده يعزم يا بده ينعزم، طايش بهذا الشهر، يعني ما بتحسي مركز شيء لحاله. انا بتمنى الكم يوم اللي صفي من رمضان شوي نفضل لحالنا وشوي نركز على طاقتنا، لانه شهر وقت بتركزي بهذا الشهر بالذات على الطاقه او لتغيري انت طاقتك بيعطيكي طاقه جدا قويه. يعني نحن بدايه الشهر كثير طايشين بقصصنا، فيا ريت هلا نركز كثير على حالنا، مثل ما حكيت نعطي شويه وقت لحالنا، نعطي نعمل الشيء اللي نحن بنحبه، لانه ان كان كشيء روحاني ان كان يعني نختلي بقى لازم بقى هلا وصلنا لوقت انه لازم بقى نقعد نحن بيننا وبين حالنا نقيم حالنا نشوف شو لازم نعمل نحن، لانه بكفي انه نضل مع الناس، هلا لازم بقى نظبط طاقتنا لانه يعني حاله روحانيه ونورانيه ممكن ان الواحد يقدر يستفيد منها بشهر رمضان، خصوصا نحن هلا بليالي القدر، يعني وهي ليالي يمكن كثير بتريح الانسان بشكل عام، فما باله إذا الواحد حابب يستثمرها كيف بيقدر يستثمرها بالشكل الأمثل؟
تمام. هلا فينا اكيد نستثمرها بطرق كثير حلوه، ان كان مثل ما حكيت في ناس مثلا بحبوا يستثمروا هالايام هي بالجامع مثلا، يقضوها بخلوه بالجامع، في ناس بحبوا بالبيت. هلا انا بفضل بالبيت وبفضل انه لحالنا، يعني ما بفضل انه الجمعات الكثيره، يعني في ناس بحبوا انه لا بيجتمعوا مثلا الجيران وهيك انه كلياتهم مثلا يعملوا طقوسهم الدينيه كلياتهم سوا. هلا انا ما بفضل، ليش؟ لانه الا ما تضيعي او الا ما تشويش تمام، يعني ما بتوصلي لهي مرحله السكون. انا بدي كل شخص يوصل لهي مرحله السكون اللي بينه وبين حاله، ترجعي لتوازنك الداخلي، ترجعي هذا السكون اللي فقدناه ببدايه رمضان من كثر الاجتماعات والعزايم وهيك. يعني نقعد لحالنا نبلش نقرا شيء من الشغلات اللي نحن متعودين عليها، نعمل طقوسنا تبع شهر رمضان لحالنا حتى بغرفتنا، يعني نفوت ونسكر بابنا لحالنا ونقعد شوي بعدين نتامل شوي مع حالنا. يعني اقعد انا شوي وانا شاعل نوع من الموسيقى الهادئه، اقعد بس غمض عيوني واتامل، حتحسي براحه نفسيه مو طبيعيه. شكرا كثير غالية على هالطاقة الإيجابية اللي منحتينا إياها ضمن صباحنا، وإن شاء الله كل الأشخاص اللي عم يتابعونا يستفيدوا من هالأشياء الجميلة اللي خبرتينا عنها، وأيضا كيف نقدر نستثمر طاقتنا الإيجابية. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا كثير لك غالية، ونتمنى لكل الأشخاص يكون أيامهم كلها مليئة بطاقة إيجابية. شكرا لك. يعني